فتحت جواله وهنا كانت الكارثة. أنا من الزوجة صار تقريبا 5 سنوات أنا وزوجي عايشين عيشة طبيعية، ما بيها أي شيء، ما بيها أي مشاكل، إنه أنا كلش أثق بيه، علاقتنا طيبة، يعني لا أشك بيه ولا أشك بيه نهائيا. عشنا فترة يعني من الزمان وبناتنا أولاد وشي، ففترة من الفترات يعني قام يخلي التليفون على الميز، يخلي التليفون بمكان يعني يتأخر برا 24 ساعة، لازم التليفون مو مثل ما قبل كان شامر التليفون، يعني أنا أقلب بتليفونه. خلاله رمز، يعني فترة من جيت أنا أريد الرمز ما قدرت أخذه، فظليت أراقبه شلون يفتح التليفون شلون شي، أخذت التليفون مالته، الرمز مال التليفون مالته. فدخلت على المحادثات لقيت انه هواي ناس محاكيهم وكلها اسماء اولاد ماكو اسم ابنيه، فجيت اني يعني استوقفت الموضوع وشكيت انه الرقم الاول او الاسم الاول كان هو بوقتها انه ادخل على المحادثه مالته. فتحت يعني طلع هو مو ولد، طلعت بنيه. فتت قرأت المسجات، شفت بيناتهم صور، بيناتهم يعني كلام قوي، بيناتهم شيء، بيناتهم أصلاً عقد مع الزواج، عقد شرعي، وبيناتهم طفل. فهو يعني حاول إنه يسقط الطفل بيناتهم، ليش؟ لأنه هو خاف إنه أنا أدري، ويقولها خاف زوجتي تدري، وهي تقول إنه خاف أهلي يدرون ويصير مشاكل ويوقع يعني بمطبات قوية. فأني أخذت لهم كل السكرينات، خاف إنه يحدث أو ينكر الموضوع. ورسلتهن على الجهاز الثاني، فاجيت قلت خلي انه اواجهه بالموضوع، ليش شو صار، شنو التقصير بالموضوع، ليش انه الثقه اللي انطيت هي انه هي انعدمت، ليش راح دور يعني غير والزوج. قال لا هاي مو اني وشي. وبعدين انه اعترف انه هو متزوجها وشي، رأسا صار عصبي علي وتنرفز، والشرع حل الأربعة وانا من حقي اتزوج، والمرأة خلاص انه تدري انه رجلها الزوج لازم ما تحكي. المهم فاني رحت البيت اهلي حكيت لهم الموضوع، فقلت لهم انا ما اريد ابقى وياه بعد، انه انا اريد اطلق من عنده. ليش؟ قلت لهم انه انا كنت اثق بيه ومنطيته كل الثقه، وبعدين خان الثقه اللي بيني وبينه، فانتهى الموضوع انه ننفصل انا وياه.